السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم، معكم عبدو من فريق فليكسيم. أولا شحال هذه ما درت فيديو كنعتذر منكم. ثانيا الفيديو ديال اليوم غادي نحاول نجاوب فيه على واحد التساؤل اللي كيتطرح بشكل كثير. التساؤل هو كالتالي: عندي تليفون كنبغي نانستالي واحد التطبيق جوجل بلاي مثلا، كيعطيني الإشكال ديال اسباس انسوفيزون، بالرغم من أنه المساحة اللي عندي في التليفون ديالي كنقدر نانستالي بها ديك الابليكاسيون. مزيان، بداية الحجم ديال التطبيق اللي كتشوفو نتا في جوجل بلاي هو الحجم ديال التطبيق بصيغة APK اللي هو الامتداد ديال تطبيقات نظام اندرويد. APK اللي هي اختصار ديال كلمة اندرويد باكيج ابليكاسيون، واللي نقدرو نشبهوها بالملفات الزيب اللي كان في PC. ملف زيب بطبيعة الحال كما كتعرفو هو واحد الملف اللي مضغوط الداخل ديالو فيه مجموعة ديال الملفات اللي كيحاول ينقص من الحجم ديالها. فنفس الشيء بالنسبه للتطبيقات ديال الاندرويد، فاش نتايا الوقت اللي كتبغي تانستالي فيه وتيليشارجي فيه لي زابليكاسيون ديالك، هنا شنو كيوقع؟ كيتفكك وكيرجع مجموعه ديال الملفات، فبالتالي هنا كيتزاد الحجم ديالو، زائد الاستخدام المتكرر ديال التطبيق حتى هو كيزيد من الحجم ديالو. نعطيكم مثال: الحجم ديال التطبيق ديال فيسبوك في جوجل بلاي ما كيتجاوزش 70 ميجا، في حين انه فاش كتانستاليه وكتخدم به كيرجع الحجم ديالو حتى 500 ميجا. انا دابا فاش كنصور هذا الفيديو الحجم ديال التطبيق ديال فيسبوك في الهاتف ديالي تجاوز 600 ميجا، نعم اكثر من نص جيجا فقط للتطبيق ديال فيسبوك. وقيس على ذلك مجموعه ديال التطبيقات الاخرى. علاش؟ لانه فاش كتانستالي لابليكاسيون كتبني، وفاش كتخدم بها بطبيعه الحال والاستخدام المتكرر، كتبني ما يسمى بملفات ديال الداتا والكاش. بين قوسين هاد الملفات هادو هما اللي كيساعدوا في الاستخدام السلس للتطبيق ديالك. فا اي تطبيق كتانستاليه الا وكيتزاد الحجم ديالو زائد الاستخدام المتكرر ديالك حتى هو كيزيد من الحجم ديالو. وقيس على ذلك كاع التطبيقات اللي كتبغي تانستاليهم الا ونفس الطريقه كيتزاد الحجم ديالهم من بعد الانستالاسيون. داكشي علاش كنفضلوا انه كل 5 ايام سيمانه كتحاول تمسح الكاش والداتا ديال لابليكاسيون، هكذا كتنقص من الحجم ديالها في التليفون ديالك. مزيان، دابا هضرنا على التليفونات ديال الاندرويد، واش نفس الشيء كينطبق على التليفونات ديال الايفون؟ نعم نفس الشيء كينطبق على التليفونات ديال الايفون، غير هو قلنا الاندرويد عنده التطبيقات بامتداد APK، ولكن الايفون الامتداد ديال التطبيقات ديالو هو IPA او EPA اللي هي iOS Application Archive، اللي هو الامتداد ديال التطبيقات ديال التليفونات ديال الايفون. فحتى هما نفس الشيء، الحجم اللي كتشوفو في الاب ستور راه ماشي هو الحجم اللي كتشوفو فاش كتانستالي لابليكاسيون، ماشي هو الحجم ديال التطبيق فاش كتخدم به مع مرور الوقت. خلاصه التطبيق فاش كتانستاليه من جوجل بلاي راه الحجم ديالو اللي كتشوفو راه ماشي هو الحجم الحقيقي، بل الحجم الحقيقي ديالو هو من بعد فاش كتانستاليه وكتخدم به مع الوقت، لانه كما سبق لي وقلت كيتزاد الحجم ديالو بالتفكيك ديال الملفات اللي كيكونوا فيه. طبعا كان هذا الفيديو هذا هو اجابه على واحد التساؤل اللي كان كيجينا بزاف. كنبغي نانستالي ابليكاسيون كيعطيني اسباس انسوفيزون بالرغم انه عندي المساحه ديال داك التطبيق، فكنظن راه فهمنا المبدا ديالو. هادشي اللي كاين، عندكم شي اشكال شي تساؤل طرحوه لتحت في لي كومونتير غادي نحاول نجاوب عليهم. كالعاده عجبكم الفيديو عطيونا لايك وبارطاجيوه مع اصحابكم. اضرب لكم موعد في فيديو قادم. في امان الله.